مساء الخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج إليكي اليوم سوف نناقش موضوع هو أبغض الحلال عند الله ألا وهو الطلاق وهو كذلك نهايه بدايه كانت سوف تكون سعيده لمناقشه هذا الموضوع يسرني ان استضيف هنا في الاستوديو الاستاذ المحامي احمد حسين عبد الكريم والمحاميه الاستاذه منى الاربش مرحبا بكم ضيفي الكريم مرحبا يا هلا فيت اذا شو السالفه؟ الحين وصلت يعني احصائيه الطلاق 70 حاله طلاق في اليوم صحيح هنا الإحصائية بالضبط اللي صادرة من الوزارة تقول إن خمسين بالمية نسبة الطلاق سنويا يعني خمسين بالمية بالضبط يعني اللي يتزوجون قاعد يتطلقون فهذه حالة إحنا نقدر نقول هي ظاهرة كبيرة يجب الوقوف عليها ونشوف شنو أسبابها ونلاقي لها حلول اجتماعية قانونية كذلك فالموضوع جدا مهم فعلا حالات الطلاق إحنا قاعد نشوفها بأروقة المحاكم بشكل كبير ومهول ويستوجب وقفة جدية لمعالجته استاذ احمد يعني تعتقد انه القانون يشجع على الطلاق في الكويت؟ والله يشجع وايد على الطلاق خصوصا المراه يعني كانه يقول لها يلا اذا بتطلقين لا تحاتين حياتك مع رجل انا كقانون راح افرش لك حياتك كلها ورد فهذا من الاسباب الجوهريه اللي مشجع على الطلاق ومخلي حالات الطلاق في ازدياد وانا اقول لك اذا الحين اليوم في 70 حاله طلاق باليوم ترى مستقبلا راح تصير 150 200 حاله طلاق باليوم فانا بصراحه اشوفها يعني من الاسباب الجوهريه ان القانون طبعا في اسباب اخرى اللي هو يعني تعتقد انه بسؤوليتهم. المراه تاخذ حقوق اكثر من اللازم يعني بعد الطلاق المراه تاخذ حقوقها كامله مكمله ومدلعه بعد فيها بزياده يعني احنا قبل اذا بنتكلم عن قبل ممكن انا كنت صغير لكن احنا نحضر حكايات اهلنا قبل اصلا الاهل اهل الزوجه كانوا يرفضون طلاق بنتهم كانوا يقولون لها مالك الا بيت ريلك وروحي حاولي تصلحين ما بينك وبينه طولي بالك الحين البنت من تدخل بيت اهلها بس يشوفونها حزينه على طول طلاق محكمه ولوية فهم يعني الاهل لهم دور كبير في طلاق بنات شرعية أنا أتفق مع في شغلة واختلف في شغلة أخرى اللي تحفظ فيها، القانون أعطى المرأة كامل حقوقها بس من ناحية شرعية هذه هذه الحقوق هي شرعية، لكن اللي تحفظي أنه مو هو القانون السبب الكلي كثر ما هو تطبيقه في أروقة المحاكم، تطبيقه من السلطة القضائية، يمكن التسهيل على المرأة باللجوء حق القضاء صار يمكن دافع لها انه عادي انا في جاتي يطلقون انا خواتي طلقوا بسرعه وخذوا كل حقوقهم التسهيل هذا يمكن تجديد اللجوء حق القضاء وتجديد سهوله الطلاق نفسه والمده تصعيبها شوي خلينا نقول في الحالات اللي فيها ما فيها جديه بطلب الطلاق يمكن تكون افضل حق الاسر الكويتيه نعم يفترض ان الطلاق هو اخر حل لكن لماذا هذا التوجه في الكويت يعني في المجتمع الكويتي بالخصوص يعني وهو مجتمع محافظ لماذا اصبح هذا التوجه والاستسهال بمساله الطلاق استاذ حسين أحمد. انا التوجه للطلاق هذا اقول اول شيء حاليا فيه كبيره من الشباب والشابات مو قادرين يتحملون مسؤوليه الزواج يظنون ان الزواج كله شهر عسل فاي مشكله اي سوء تفاهم بسيط على طول يكبرون المشكله ويلجؤون للطلاق الطلاق صار جدا سهل والطلاق صار جدا مفيد للمراه في الكويت ومضر الرجل بصراحه يعني لما نتكلم اذا اذا على مبدا الاستقرار الاسري راح يضر فيهم اثنيناتهم مع الاطفال لكن انا لما نتكلم انه مضر اتكلم من الناحيه الماديه فهو مفيد للزوجه ومضر للزوج بشكل كبير فانا بصراحه وانا اغلب القضايا اللي اشوفها وتيني بالمكتب دائما طلب الطلاق يكون من الزوجه فعكس الفكره اللي موجوده ان الريال هو اللي طلق انا اشوف العكس ان دائما المراه إيه هي اللي تطلب الطلاق تتفقين معها احنا مثل ما قال الاستاذ الفاضل انه فعلا المجتمع تغير احنا كنا يمكن مجتمع محافظ اكثر الحين الوضع تغير الاسره صارت تشجع على الطلاق مثل ما قال الاستاذ ممكن تجي لهم زعلانه على امر بسيط بدل ما يهدونها ويحلون هذه المشاكل يصفون معها ويشجعونها ويأيدونها حق الجو حق القضاء ويجون معها كشهود وغيره وغيره ممكن يفتعلون امور ما صارت فقط اللي عشان يطلعون هم الطرف الكسبان في هذا الزواج أه لكن هم احنا نكرر ان التوعيه الاجتماعيه النفسيه للزوجين واحنا نقيم كذلك على العديد من الدورات للمقبلين على الزواج والمتزوجين أه هذا نعتبر حل اجتماعي حق هذول الازواج عشان ما يصير في أه قلة وعي بالزواج شنو الالتزامات الحقوق اللي عليهم يمكن قله وعي هذه هي من اهم اسباب اللجوء حق الطلاق أقل مشكلة ممكن تحصل في هذه الأسرة على طول الجو حق الطلاق، ما في الصبر، ما في الوعي الكافي، المعالجة الصحيحة حق المشاكل بدون اللجوء حق القضاء والطلاق. قبل أن ندخل في الحقوق والواجبات وما يتسبب وما يترتب عليه الطلاق، سوف نتحدث عن القانون الأسرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة. ما رأيك بهذا القانون؟ هو طبعا قانون منظم جدا وهادف جدا يسعى لصلاح الأسرة في جانب كثير من أن بطء الطلاق نفسه بحيث أنه يقدم الزوجين طلب الطلاق في مركز تسوية المنازعات الأسرية بشروط معينة لمحاولة الصلح بينهم محاولة الحل الموضوع قبل رفع الدعوات أول قبل وجود القانون هذا كانت الزوجة أو الزوج يقدرون يرفعون دعوة بشكل مباشر، الحين لا، لازم تقدم بطلب ومرور فترة زمنية معينة، إذا لم يتم الاتفاق بينهم والصلح يقدرون يرفعون الدعوة، هذه إحدى مزاياه. فالقانون جدا جميل اتى بمزايا كثيره منها كذلك ان في مباني مستقله صارت حق الاسره فصاروا الاسره كازواج واهاليتهم ما يختلطون في باقي المتقاضين من من مثلا احنا نتكلم عن المتقاضين في عندنا متهمين في جنايات وجنح وغيرها فصار في شويه استقلاليه مباني مخصصة، صار في مراكز رؤية حق الأطفال، ما صار الحين العيال يسلمون ويسلمون في المخافر، ففي العديد من المزايا، لكن احنا كذلك نطالب بتنفيذه على الوجه السليم الصحيح لان البنود للحين مواد الاسره مو كلها مطبقه ومفعله بشكل كامل هناك من يرى ان من سلبيات قانون الاسره الجديد انه ربما يعرق مساله الطلاق وبطء الاجراءات كما تفضلت الاستاذه منى ما رايك استاذ احمد حسين والله بالنسبه حق الطلاق كل ما بطاها بالنسبه لوجهة نظري الخاصه افضل لكن انا اللي شايفه انه اذا كان في اسباب جوهريه للطلاق يعني احد الاطراف متضرر ضرر جسيم ما فيها بالعكس اي تاخير من تعرضين انت الوقائع على القاضي على طول راح يحكم بالتفريق ما بين الزوجين اذا كان في ضرر جسيم معروض عليه اما اذا كانت مجرد يعني مشاكل ولا عدم توافق فكري وكذي فالقاضي دائما يعرضهم ويحاول الصلح ما بينهم ويعطيهم اجل طويل ممكن ان الله يهدي النفوس ما بينهم ويتصالحون ان شاء الله ان شاء الله آه اذا من اسباب تطليق الزوج لزوجته بقرار فردي، يعني متى يلجا الزوج الى تطليق زوجته بقرار فردي دون الرجوع او العوده اليها؟ طبعا اتوقع ان الزوج ما راح يلجا لحق الطلاق الا بعد تفكير آآ كبير آآ الا اذا كانت الزوجه يعني ما رضي عن إرادته خارجة عن الأعراف والتقاليد بالمجتمعنا أكيد هي ما راح تكون تسمع كلامها أكيد مو مهتمة بعيالها أكيد يعني في أسباب عديدة مقصرة يعني مقصرة أكيد في, في بيتها في اكيد تكون في اسباب جديه اللي تخلي الزوج يرجع حق الطلاق، يعني هو لما هو يطلق من اراده المنفرده هو راح يتحمل راح يتحمل عده العده راح يتحمل العده هي مبالغ ماليه تدفع للزوجه مقابل انه هو طلقها فهذا كان دفع الضرر لها راح يتحمل المتعه عفوا هي الضرر فراح يتحمل العده كذلك فما راح يلجا حق الخطوه هذه الجاده الا اذا كانت في اسباب كبيره شديده اضطرته للطلاق طبعا. بينما الزوجه اذا ارادت تطليق يعني انفرادي ما هي الاسباب التي تؤدي الى اتخاذ هذا القرار؟ طبعا الزوجه اذا تطلق بقرار انفرادي هي مضطره انها تلجا لرفع دعوه طلاق للضرر. شلون ترفع دعوة طلاق للضرر إذا كان في ضرر جسيم واقع عليها، مثال الزوج يمد ايده ولا لا سمح الله يشرب ويتعاطى مخدرات أو مهمل البيت أو ما ينفق على البيت ولا مثلا 24 ساعة مسافر ولا يدري عن بيته، هاجرها، لها أسباب كثيرة أنها تطلب ترف تطلب وترفع دعوة طلاق للضرر هذا بقرارها الفردي، أما بموجب أن مثلا أنا أروح أنا خلاص أنفصل عن الريال ما تقدر بهالحالة. لنفترض مثلا ان زوجه تزوجت رجل يعني متوسط الحال وفتح الله عليه واصبح غنيا وثريا هل يعوضها القانون يعني الزوج اراد تطليقها بعد ما اصبح ثريا هل يعوضها القانون يعني عن سنوات الضراء التي عاشتها معه طيب احنا لازم نفرق ان التعويض الوحيد اللي عندنا احنا في القانون احوال الشخصيه الكويتي هو المتعه اذا الزوج طلق الزوجه بإرادة المنفرده الزوجه لها المتعه المتعه نص عليها القانون هي بحد اقصى 12 شهر يعني عوضها كنفقه زوجيه لمده 12 شهر عدا ذلك ما في اي تعويض اخر بغض النظر الزوج اتاه الله من فضله او قل الراتب الزاد بغض النظر عن اسباب فيها الطلاق مجرد ان يتم الطلاق الزوجه ليس لها من هذا الزوج الا المتعه وهي اللي نص عليها القانون لأنها تعويض بسبب تطليق الزوج لزوجته. ماذا في حال لو ثبت على ان الرجل يعني مريض نفسي هل يحصل الطلاق؟ مريض نفسي يعني مجنون او معتوه او من هذا الكلام متى ما يحصل طلاق؟ اذا كان جنونه دائم او متقطع في فترات معلومه في ملفه الطبي اثناء فتره جنونه او الخلل العقلي اللي اضطراب نفسي مثلا الاضطراب النفسي مثلا الغضبان اذا كان غضبه يؤثر على كلامه وافعاله هني طلاقه لا يؤخذ اما المجنون في حاله جنونه هني طلاقه لا يؤخذ اما في جنون وقتي يعني مثلا ثلاث ساعات لكن اغلب الامراض الشائعه هي الامراض النفسيه مثلا كاضطراب النفسي، أوكي. الاكتئاب ربما العصبيه، الغضب هل تؤدي الى الطلاق هذه يعني هل يتم قبول الطلاق في هذه الحاله؟ لا بهال بهالنقطه في حالتين عندنا كطلاق لفظا لا يؤخذ بكلامه لفظا لكن الزوجه هنا حق لها ترفع دعوه طلاق للضرر لان شريك حياتها في مرض نفسي ولا اضطرابات نفسيه يستحال العشره معاه وهي متاذيه من هذا الموضع فهني حق لها انها ترفع دعوه طلاق للضرر. اما كلفظا لا اللفظ ما ياخذون في اذا كان مجنون ولا شيء. وما تطول يعني الفتره في قانون الاسره يعني ما تطول الاجراءات اذا حدث هذا الامر. لا والله احنا للاسف يعني عندنا الاجراءات القضائيه كعامه مو بس باحوال الشخصيه عندنا تطول 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 هذا فشل اداري احنا عندنا من وزاره العدل طبعا مو عندنا كمحامين احنا نتمنى نخلص قضايا موكلينا باسرع وقت ممكن عشان هم, هم يخلصون واحنا نخلص من قضاياهم لكن الاجراءات الاداريه واجراءات التغاضي من وزاره العدل هي اللي مطول التغاضي بفترات طويله. في بعض الاحيان يحدث ان يعني يطلق الزوج زوجته بقرار فردي دون مراعاه العشره دامت او لا تدوم لاكثر من عشر او عشرين سنه مثلا وعندها تكون المراه في يعني عمر كبير يعني فوق لنفرض انه فوق الخمسين سنه في هذه الحاله يعني ما التعويض الذي تتلقاه هذه المراه الكبيره بالعمر نؤكد أن, ان التعويض فقط هو المتعه اللي قرها القانون احوال شخصيه، لكن بعد العمر هذا من المؤكد انه في العمر هذا يكون لها حق في المسكن اللي هي فيه، فلن تشاء المراه بعد العمر هذا اتوقع انها تتزوج، بل راح تتوجه رغبتها حق تربيه عيالها، حق العمل اللي دينها اكثر، ففي الفتره هذه او الفتره السابقه الزوجه بغض النظر عن عمرها ليس لها كتعويض من الزوج الا المتعه المقرره وفقا للقانون أه باعتقادك استاذ احمد يعني لماذا يطلق الرجل الزوجه بعد 30 و سنه من الزواج مرت عليك حالات مثل هذا انا مرت علي حالات ان المراه تطلب الطلاق من الرجال بعد ثلاثين و سنه عشره أه بصراحه انا من وجهه نظري اذا الريال يبي يطلق زوجته بعد هذا العمر وبعد هذه العشره وبعد ما زوجته توصل لها المرحلة من كانت هي قويه ونظرها لما تصير بهذا العمر فضعفت المراه وطلقها الصراحه انا اشوف ان الريال غلطان بهالسالفه لو مهما ما كان ذنب زوجته انا اراعي العشره واتحملها بحلوها بمرها حرام لان انت تدري بعد هذا العمر الزوجه مالها احد غير الله ثم انت ربما لهذا ينصفها القانون يعني بكثرة يعني يعني بكثرة الحقوق أليس كذلك منى؟ المرأة تستحمل طبعا الحقوق هي موجودة القانون حافظ لها هي شرعاً قانونا طلقت بعد باثناعشر شهور أو بعد أربعين سنة حقوقها الحمد لله احنا قانونا من أجمل القوانين وإن كان لابد من تعديل بعض الشيء بس الحقوق محفوظة. عدتها محفوظة، متعتها محفوظة، طبعاً إذا كان لها أبناء لهم كل الحقوق المالية من مسكن، من نفقات، من أجور، أريد على السؤال كذلك، إذا كانت الزوجة بعد عمر الثلاثين 30 40 هي اللي طلبت الطلاق، قد تكون هي اكتفت واستحملت بما فيه الكفاية، بعد أن اصبرت أن يكبرون العيال، أتوقع يمكن المرأة الكويتية أو المرأة بشكل عام هي تصبر أكثر شيء حق العيال. تقول لعل وعسى الزوج ممكن أن يتغير ممكن ينضج بعد إذا كان الإساءة من الزوج ممكن ينضج بعد وقت ممكن مع العيال يتغير و... تستقر الأسرة هذه لكن يمكن توصل لحد معين بعد ما هي ربت عيالها كبرتهم تكتفي من الإساءة من الزوج فتلجأ حق القضاء أنا كبرت سويت لي علي ربيت العيال كبرتهم الحين أنا ما ماكو أي حاجة لي كأم لكن كزوجة أنا بيرتاح نفسيا فتلجأ حق القضاء للانفصال يعني شنو العراقيل او الاجراءات اللي ممكن يعني تتخذها هذه الزوجه فوق ال سنه اللي عرقلت هذا الطلاق مثلا استاذ احمد اذا يعني بتعرقلها راح تعرقلها اجراءات التغاضي بس انه مثلا تطلب اجل اجل طويل ولا تطلب اجل لتقديم مستندات يا ما عندها مستندات هذه اشياء مثل ما تقولين مختصين المحامين في هذه بيطولون صدور الحكم اما اذا بتعرقل الاجراءات هذه مثل ما تفضلت استاذه منى ان هذا قرار فردي في يد الرجل مثل ما نص على الشر انه باي وقت يقدر يطلقها راح يطلقها ومو شرط ان الطلاق يكون باجراءات تغاضي عادي ممكن يكون الطلاق ودي او غيابي حتى من عدم حضور الزوجه معه وممكن الزوجه ترفض هذا الطلاق مقدم من طرف ما الزوج. عندنا احنا في القانون الكويتي موافقة الزوجة اذا هو بيطلق برات المنفردة لا يحتاج حق موافقة الزوجة الزوج راح يروح المحكمة الشغلة الوحيدة ان راح يدزون اعلان حق الزوجة تعالي ترى زوجك بيطلقك يعطون مهلة 15 يوم تمتد الى 6 يوم موافقة الطرفين يحاولون يصلحون بينهم مركز تزوية المنازعات الأسرية اللي نص عليها قانون الأسرة لكن لا يحتاج موافقة الزوجة بالنهاية لما هم يستدعونها لما يعلنونها وتي عشان يحاولون يصلحون بينهم لعل وعسى الزوج هذا يعود حق ثوابه لكن هو يقدر يطلقها لفظا أصلا في البيت في مسج مع شهود ويروح يثبت هذا ويوثق هذا الطلاق وينتهي فاحنا أبدا في كل الحالات لا نحتاج موافقة الزوج إذا هو بيطلق الزوج براتة منفردة حتى لو طالبت بالصلح الزوجة؟ حتى لو طالبت إذا هو رفض فلا يمتد الأجل والمدة الزمنية ويتم الطلاق ويمشي بجوعها نعم إذا القانون والطلاق بقرار فردي بعد ما زلنا متواصلين في هذا الحوار لنتكلم قليلا عن النتائج السلبية التي تترتب عن هذا الطلاق يعني الطلاق هو يحدث شرخ كبير في المجتمعات وحضارات قد تنتهي صحيح. بسبب الطلاق اذا ما هي الاشياء السلبيه التي تحدث في المجتمع تفضل استاذ انا والاستاذ احمد ان ممكن من اهم اسباب فساد الابناء بالذات في عمر المراهقه اللي احنا نسميهم الاحداث هو انفصال الام والاب وطلاقهم، فالاسره اذا تفككت راح يتفككون افرادها بلا شك وهم الـ الـ الاطفال بالذات، فالام والابو اذا ما كان يعني في استقرار المقاطعه يعني رغم التدخل الحكومه الكويتيه يعني وتوفير الرعايه الاجتماعيه والنفسيه للاطفال رغم ذلك يتم هذا تجزؤ في الاسره. طبعا طبعا لان احنا مهما يكون ما في تربيه، ما في رعايه، كثر الرعايه المنزليه، الاسره، الام والابو هم اساس المجتمع اصلا وعماره وتطوره ونماء فيه. فتربيه الام، تربيه الابو بالذات اذا كانوا متفقين مع بعض آه هذا لها اثر ايجابي على الابناء لما في تدريسهم، في تعليمهم، في تربيتهم، اما اذا صار في انفصال أولاً رح يستخدمون العيال هذول الذريعة عشان يتقمون من بعض وهذا إحنا قاعد نشوفه فوائد بسبب انفصالهم العيال تون بينهم هذا في تأثير على دراستهم تعليمهم فهناك سلباً على مجتمعنا راح تكثر الجرائم وقاعد تكثر احنا قاعد نشوفها اما يلجؤون حق المخدرات الادمان الخمور وغيره اما جرائم اما يشتتون يضيعون ينامون برا البيت فئة الاحداث بالذات فيصير في قلة اهتمام لان الاب الام مو على رأسهم عشان يوعونهم عشان يعلمونهم ويربونهم تربية صحيحة نعم بالنسبة للحروب التي يقومون بها يعني الزوج وزوجته عن طريق الاولاد كيف تكون الحاله النفسيه لهالاولاد؟ الحاله النفسيه بصراحه يعني ما تقدرين تشرحينها شيء لا يوصف يعني سانت ما يقدر يعبر عن اشكال الاطفال لما تشوفينها بالمحكمه صدفتك يعني حالات بالمكتب؟ حالات بالمكتب يعني الياهل يعني دائما يكسرون الخاطر تدرين انت يعني باستشاره ولا يالي بقضيه انا من اشوف طفل اشرح بوي هذا الطفل اقول انا عارف شنو راح يصير فيه اقول حرام هو بنفس الوقت محتاج حق حنان امه ومحتاج حق امان وحب ابوه فمهما ما يكون الجهات الحكوميه اللي موفرتها للاطفال هذه ما راح تغنيهم عن تربيه امهم وابوهم وطبعا منظر الاطفال بالمكتب شويه على الاقل ممكن انت بتعطينا حلاوه وكبكه تلعبين مع الطفل لكن بالمحكمه اشكالهم صراحه تعور القلب. لكن كيف ممكن يعني يواكب حقوق الطفل وقانون الطفل قانون الطلاق كيف ممكن المواكبة بيناتهم في نفس الوقت قانون الطفل قانون طلاق حقوق طلاق حماية الطفل. احنا الحقوق عندنا حقوق شرعية يعني من شرع الله سبحانه وتعالى فأخ على موجب شرع الله سبحانه وتعالى قاعد تأخذ قوانين محكمة الأسرة والأحوال الشخصية لكن دائما الزمن في تطور يعني أنا أشوف أنه بدال الأب يشوف عياله وفلذة كبده يوم واحد بالاسبوع مدة ثمان ساعات ويذلون عليها يا اخي خلي الريال باي وقت يقدر يشوف عياله يشوفهم والمبيت خيكون عندهم هل بهالفكره انا وفرت قليل من التربيه السليمه على الاقل خليته يقعد مع امه ويقعد مع ابوه بنفس اليوم نعم اذا ما زلنا متواصلين في هذا الحوار ولكن رح نطلع فاصل ومن بعدها نكمل الحوار مشاهدينا الكرام نطلع فاصل ومن بعدها نرجع نكمل الحوار ابقوا معنا من جديد لمتابعة الحوار حول حق المرأة في رفضها للطلاق وأسباب الطلاق ونتائج الطلاق إذا لماذا في مجتمعنا يعني الطلاق لا يكون سلميا دائما هو طلاق انتقامي لماذا يتخذ هذا الشكل يمكن احنا الثقافة العربية عندنا غير عن الثقافة في خارج الدول العربية، احنا كثير نشوف في الدول الاوروبية والامريكية يكون الطلاق سلمي مثل ما نقول يقعدون على طاولة الزوج والزوجة مع محامينهم ويحاولون يوصلون حق حل وسط ويتم وضع بنود معينة بحيث انه يتم الطلاق دون اللجوء حق المحاكم، لكن احنا شوي عندنا ثقافه مختلفه، يتم اتخاذ الطلاق هذا وسيله للانتقام، الزوجه تبي تنتقم واهلها ينتقمون من الزوج واهله ونفس الشيء الزوج واهله ينتقمون من الطرف الثاني، فشوي الثقافه هذه لو تتغير ممكن نلجا حق الطلاق السلمي وهو نادر عندنا في الدول العربيه للاسف. هناك اعتقاد على ان الطلاق يعني في الدول الغربيه لا ينصف الرجل. بمقارنه يعني القانون الكويتي مثلا ما رايك استاذ احمد؟ والله بالنسبه حق العقوبات اللي تصير على الزوج في حاله طلاق اذا كان مو زين مثلا في, في حالات التعدي الجسدي على ابنائه ولا على زوجته بصراحه يعني انا اشوف عقوبات جدا قاسيه ان ما تشوف عيالك مده اربع سنين خمس سنين وتبعد عنهم 25 متر فانا اشوف انه الكويت وايد ارحم تاخذ الثروه 50% من 50% من على طول بس والحكومه بعدين تتكلف تتكفل في النفقه على الاطفال من الناحيه الماديه انا اشوف انه خلت أخذ بالبدايه نص ثروتي ولا تقعد طول عمري تسحب فيني فلوس انا هذا بصراحه يعني اللي اشوفه من وجهه نظري الخاصه لكن اللي اللي ماثل امامي الحين كالرؤيه والنفقات وكذي انه لا الكويت أفضل من دول كثيرة بالنسبة لحقوق الرجل والالتزامات اللي علي. أعتقد أستاذة لها رأي آخر أنا يعني. عندي مداخلة على هذا الموضوع، بالضبط. قانون الأحوال الشخصية الكويتي مستند حق الشريعة الإسلامية ويطبق مذهب الدولة، فأعتقد أن إحنا قانوننا أفضل من الدول الأوروبية لأن إحنا مستندين حق الشرع، والشرع هو اللي يوجهنا توجيه صحيح وهو كل ما يقرر الشرع فهو الأفضل للأسرة، فمسألة أن الزوجة تتقاسم الزوج نص ثروته أبدا ما أيدها لأن بالنهاية الثروة هذه هي ورث للأبناء. فمثل ما قسم الزو الشرع الورث وجعل الام شيء بسيط زو... اللي هي الزوجه وجعل الابناء النصيب الاكبر فمجرد انه يتم الطلاق وتاخذ نص المبلغ هذا اللي هو راح يعود حق الابناء كورث فهذا اعتقد في ظلم ولذلك احنا نفضل قوانيننا في دوله الكويت لانها مستنده حق الشرع. المراه مثلا يعني تلجا الى الطلاق من اجل مثلا 300 او 400 دينار ف... يعني هل هذا مبلغ يعني يكفي يكفي يعني مدى الحياة يعني. ما أعتقد أن المرأة راح تتوجه حق الطلاق أو خلينا نقول المرأة العاقلة تتوجه حق الطلاق وتفكك أسرتها لمجرد أنها تاخذ 200 أو 300 دينار في فئة كبيرة طالع الناحية المادية في هذا الطلاق والمكاسب لكن قد تعود إلى رشدها بعد الطلاق لما تشوف أن كانت في ظل زوجها وإن كان في مشاكل بسيطة تقدر تحلها إذا كان الزوج يعني ما يضر فيها إضرار بليغ ممكن ساعات يطلبون الطلاق لأسباب تافهة فإذا هي طلبت الطلاق وشافت المشاكل ما بعد الطلاق راح تكون أكبر فالضرر الاكبر يدفع بالضرر الاقل فهي تقعد مع هذا الزوج بسلبياتها البسيطه وتعدله مع الزواج وتتاقلم معه وتتعايش افضل لها من انها هي تتطلق وراح تشوف مساوئ اكثر بعد الطلاق لان مهما يكون الرجل هو عماد هذه الاسره أو هو اللي يحتوي هذه الاسره م. واستقرارها وامنها مع الرجل كذلك لانها اسره متكامله نعم، هل يمكن القول مثلا أن هذا الانفتاح السريع والعولمة السريعة الآن والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي هي من أهم أسباب الطلاق اليوم؟ أستاذ أحمد من والله رأيك. أنا أشوف أنها ما لها دخل نهائياً. بس صاير اتخاذهم للطلاق بتسرع كبير خصوصاً مثل ما قلنا قبل شوي أن البنت من تروح بيتها أهلها زعلانة خلاص يلا نطلق نطلق ونروح المحكمة. ما له شغل وسائل التواصل الاجتماعي بالتطور، بالعكس هذا فاد الجمهور بشكل اكبر بحيث انها تؤعى وتثقف وزيادة لكن موضوع الطلاق هذا يعود لتطبيق القانون ومميزاته بالنسبه للمراه وهم للمسؤوليه نعم. الشخصيه للزوجين. نعم، استاذه يعني ما تعتقدين انه في مشاكل كثيره تطرأ عن مواقع التواصل الاجتماعي وتوقيت يعني الادمان عليها مثلا توصل الى الطلاق طبعا، اليوم مشاكل التواصل الاجتماعي او البرامج بشكل عام والتطور والانفتاح على العالم الخارجي سبب مشاكل في الاسره كثيره، اليوم احنا ما كنا اول نشوف طلاق بسبب ادمان الزوجه على سناب شات مثلا او على اي برنامج اخر، اليوم في طلاقات بسبب عرض المراه صورها الخاصه عرض كل تفاصيل حياتها على هذه البرامج. هذا قاعد سبب مشاكل يمكن قاعد تخليها تنشغل عن بيتها وتهمل ابنائها بسبب هذه البرامج كذلك مم. الحين احنا قاعد نشوف وايد افكار عادات دخيله علينا من الدول الاجنبيه احنا يعني مهما يكون احنا مجتمع اسلامي محافظ فالعادات هذه وتيجي الزوجه وهي صغيره في السن ممكن وتقتدي في هذه الامور وتكبر وتشوف الافكار هذه السلبيه وتستمر عليها وتطبقها في حياتها فهذا يخلق مشاكل عديده وقاعد نشوف احنا في المحاكم وايد مشاكل وايد قضايا بسبب هذه البرامج التواصل الاجتماعي نعم. بحكم خبرتك في المحاماه استاذ احمد يعني ما صادفتك حالات مثلا طلاق من زواج مختلط مثلا وما يترتب عن هذا زواج زواج مختلط يعني اقصد من من جنسيات اخرى من دول اخرى دول اوروبيه مثلا او اجنبيه هذه هم هالموضوع امبارح صادفته كثير وهم نفس الوقت يهددون بعض بسالفه الاطفال. انا مثال الشخصين من جنسيات مختلفه لكن مقيمين بالكويت. اول ما تصير بينهم هالسوالف على طول التهديد الاول يكون انا راح اخذ العيال واسافر فيهم، ما اروح دولتك اللي تنتمي لها، راح اروح دولتي اللي انا انتمي لها واقعد ما بينهم. فهني الاطفال حالتهم اصعب. من مثلا اذا كانوا الزوجين الاثنين كويتيين لان الحين الاطفال ما راح يدرون راح يشتغلون بالكويت او بالدوله الثانيه او بالدوله الثالثه فهذه اكبر مشكله انا اشوفها تصادف ما بين الزواج من الجنسيات المختلفه لكن اعتقد ان في القانون الكويتي الزوجه لا تستطيع السفر الا باذن زوجها وخروج الاولاد ممكن للحالة. في هذه الحاله لا يد... لا تنطبق على المراه الاجنبيه مثلا هذه اذا كان الزوج كويتي لكن الاستاذ اللي كان يتفضل في اذا كانوا الزوجين غير كويتيين فممكن تفكك يطبق قانون الدوله اللي هم فيه عايشين فيه مقيمين في الكويت ولا دوله الزوج او دوله قانون دوله الزوجه، لكن اذا كان الزوج كويتي فاحنا قانوننا يمنع ان الحاضنه اللي هي الزوجه تاخذ الطفل للاقامه فيه في الخارج. وقانون الأسرة حل هذه المشكلة لأن أول كانت الزوجة من إذا كانت أجنبية وزوجها كويتي مجرد أن يتم رفع دعوة أو حتى أول ما تصير مشاكل تأخذ العيال وتروح ديرتها على طول الحين قانون الأسرة شلون حد هذا الموضوع الزوج أول ما تبدي المشاكل يقدر يروح يسوي منع سفر للأطفال فسوي منع السفر ما تقدر تأخذهم بالمطار راح يوقفونها الأطفال ممنوعين من السفر هذا مو عقوبه للاطفال بل حمايه لانهم ابناء هذا هذا البلد وهم عيال كويتيين فيحد المشرع من ان المشاكل هذه ان الزوجه تاخذ العيال الكويتيين وتقيم فيهم في الخارج. استاذه منى يعني ما هي الحقوق التي تاخذها الزوجه بعد الطلاق؟ طبعا هنا احنا لازم نفرق اذا الزوجه عندها ابناء اذا ما عندها ابناء. اذا هي ما عندها ابناء فقط المطلقه لها العده والمتعه واذا كان في مؤخر. إذا عندها أبناء في حقوق كثيرة مزايا مالية من نفقات وأجور لكن مو لها هي تستلمهم بصفتها حاضنة لهذه للأبناء اللي في حضانتها فالنفقات كثيرة الأجور الذي كثيرة ما أنها تنفقها على هذ الأطفال على الأطفال هي يجب لأن الأطفال في حضانتها إذا هي ما أنفقتها عليهم فالأطفال راح تهملهم وراح يتولد في ضرر عليهم, أيه ظاهر, ظاهر, طبعا ما في إنفاق أنه عليهم أنه ولا اهتمام لانه راح يكون في نفقات للصغار اجر مسكن يعني هي راح تطلع ممكن تسكن بروحها فهي راح تضطر اصلا تدفع الاجار راح تضطر تنفق عليهم تشتري لهم من ماكل ما مشرب المسكن التاثيث هذه النفقات كلها اللي تعطى لها من اجور ونفقات وبالنسبه للزوجه اللي ما عندها اولاد استاذ احمد اللي ما عندها اولاد ما لها الا الله سبحانه وتعالى <applause> نفقه العده والمتعه ومؤخر الصداقة نوجد يعني هذه حقوقها بس اما اذا عندها عيال انا اسميها ان تستفيد اكثر لنتناول مسألة بيت الطاعة عندما يصدر الحكم حكم القاضي بملازمة الزوجة لبيت الطاعة ما هي حقوق المرأة في هذه المسألة؟ أول شيء بيت الطاعة له شروط معينة لازم يكون مستقل عن بيتها للزوج والزوجة تشعر فيه بالأمان وفي جميع احتياجاتها والالتزامات اليومية اللي توفر لها فيها الأمان وال ما يتطلبها حياتها اليومية للأسف في معلومة كثير من الناس مو فاهمينها عدل أن الزوج إذا رفع دعوة طاعة على زوجته دعوة طاعة أن أنا ألزم الزوجة أنها ترجع مسكن الزوجية إذا هي كانت رافضة ولا طالعة من غير إذن الزوج أو شورى الناس فاهمة إذا صدر ضد الزوجة حكم بإلزامها بالعودة لمسكن الطاعة أن غصبا عليها لازم تروح تنفذ هذا الحكم وإذا ما سوت هالشيء راح يجون قوات الداخلية ويأخذونها هذه معلومة خاطئة. إذا صدر حكم ضد الزوجة بدخول مسكن الطاعة تقدر ما تنفذ هذا الحكم لأن ما في قوة تجبرها أو تلزمها أنها تنفذ هذا الحكم، لكن لها نقطة واحدة هي تقدر تعترض على هذا الحكم عشان لا تكون ناشز، شلون تعترض فيه؟ إذا ما كان موفر لها مسكن سليم أو إذا كان المسكن اللي موفر لها إياه الجيران اللي حولها سيئين وما تشعر بالامان او اذا كان مثلا مسكنها ببيت اهله والمدخل والمخرج معهم وكل شوي داشه من البيت وطالعه فتقدر هي تطعن على حكم الطاعه بهذا الموضوع. واذا رفضت حكم الطاعه وصارت ناجز ناشز تسقط حقوقها فقط اما حقوق الابناء لا تسقط. نعم. ما رايك بموضوع الخلع في الكويت؟ هل هو شائع؟ أول شي خلينا نرفع إحنا شنو يعني الخلع؟ الخلع هو مو طلاق عن طريق المحكمة، الخلع هو تراضي بين الزوج والزوجة موافقتهم اثنينهم إنه يقوم بتطليقها مقابل أن هي تتنازل عن بعض من حقوقها، وكرر حقوقها وليس حقوق الأبناء هي ما تقدر تتنازل عن أي من حقوق ليست بحقوقها مثل نفقات أو أجور للأبناء فإذا هم تراضوا على الشغلة اللي هي راح تتنازل عنها فيجب بموافقة الزوج يروح المحكمة ويتم الخلع ما يصير تكون مكرهة أو مجبرة على هذا الخلع يعني مو يقول لها روحي خلعي تنازلي مثلا عن حقوق زوجية مؤخر أي كان عشان أطلقك لأن القاضي رح يقعدهم ورح يسألها هل أنت مكرهة هل أنت فعلا كارهتها وأنت اللي تبين الخلع هذا فيجب أن يكون في تراضي بإرادتين الطرفين عشان يتم الخلع في الكويت وهو منتشر بكثرة نعم منتشر بكثرة لأن الزوجة راح يشوف أن أنا أسلم لي أن أروح أخلع أتنازل عن الحقوق المالية ولا أدش في منوال المحاكم والإطالة في أمد التقاضي هذا نعم في ختام هذا الحوار لا يسعنا إلا أن أشكر لكما تلبية الدعوة ضيفي الكريمين المحامي أحمد حسين عبد الكريم والأستاذة المحامية منى الأربش شكرا لكم إذا مشاهدينا الكرام اذا كان الطلاق هو نهايه لبدايه فاجعلوا الحوار دائما هو بدايه لنهايه مشكله كانت سوف تقع سببها الطلاق ما زلنا متواصلون معكم في هذه الحلقه لكن بعد الفاصل انتظرونا